بالنسبة للرئيس محمد مرسي وحزبه حزب الحرية والعدالة، وبالتالي طبيعي انه هيرفض تقديم ترشيحات لحزب لحركة المحافظين. لكن برضو في سنايا الخبر في انه حزب الوطن اللي هو برئاسة عماد عبد الغفور اعلن انه هيقدم ترشيحات، رغم انه حزب الوطن قال انه قدم ترشيحات كبيرة في حركة الحكومة للتعديل الوزاري ولم يؤخذ بها. لكن واضح انه طبعا حزب الوطن هو برضو لم ينتقل بالكلية الى المعسكر المعارض، ما زال هو ضمن حلفاء حزب الحرية والعدالة. طب عنوان اخر في نفس الصفحة، الصفحة الثالثة، محمد انور السادات لجبهة الانقاذ: مقاطعة الانتخابات ستطيل عمر الاخوان في الحكم، انسحابنا من التأسيسية لم يمنع اقرار الدستور. هو رأي طبعا له قدر كبير من الوجاهة، بيقول انه هو اصدر بيان بالامس رئيس حزب الاصلاح والتنمية محمد انور السادات، عبر فيه عن رغبته او رغبة حزبه في خوض الانتخابات ومواجهة الاخوان المسلمين او حزب الحرية والعدالة داخل لجان الانتخابية وليس خارج وليس في الشارع في صورة مظاهرات ومظاهرات مضادة. ومنطقه في انه المقاطعة عادة لا تسقط احزاب، والحقيقة طبعا هذا امر فيه قدر من الكبير من الوجاهة، لانه حتى لما يعني انت كنت شايف الطرف الاخر في اخفاق، انزل على الارض اشتغل بالظبط. اذا انت شايف انه في شعبية وانه حركة تمرد اللي هي بتسحب توقعات قالوا انها جامعه مليون توقيع، فده معناه هيكون في تفاصيل لهذا الخبر مع الزميل محمد سعد الفقره المقبله. استاذ اشرف، في عجاله دراسه تؤكد 26% من اطفال مصر يعانون فقرا مدقعا، ده في الصفحه الرابعه، هذا الخبر في الصفحه الرابعه. وهي دراسه صادره عن الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء، بمعنى انها دراسه رسميه. وخطوره هذا الرقم ان 26% من اطفال مصر يعانون من الفقر المدقع، انه في 26% من سكان مصر هي قنابل موقوته في المستقبل. يعني لا يجب انه يمر هذا الخبر مرور الكرام على صناع القرار سواء في الحكومه والمعارضه، يعني بمستقبل البلد لازم يتوقفوا. 26% من اطفال مصر يعانون من رقم الأطفال. كبير انه المستقبل هيبقى عندنا مشكله وضحت كبيره حقيقيه فيه. وضحت الصوره الاستاذ اشرف البربري رئيس القسم الداخلي في جريده الشروق، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير نعود بعده لمطالعه عناوين الفقره الثانيه من طبعه اليوم من سكرتير التحرير، فابقوا معنا. جديد مع الفقرة الثانية من طبعة اليوم من سكرتير التحرير، ومعنا فيها الأستاذ محمد سعد عبد الحفيظ رئيس قسم الأخبار في جريدة الشروق. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك. ومعنا أيضا الأستاذ أحمد سعد المحرر في جريدة الشروق. أهلا بك أستاذ أحمد. أبدأ معك أستاذ محمد سعد من الصفحة الأولى، ومصدر عسكري: تصريحات السيسي تؤكد أن التغيير يكون بإرادة الشعب لا الجيش. اليوم صدر بيان عن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة فيه ما يشبه توضيح لتصريحات الفريق أول عبد الفتاح السيسي التي أدلى بها يوم السبت الماضي في حضرة عدد من السياسيين والفنانين والمثقفين، والتي مثلت للبعض أثارت جدل واسع. طبعا كان هناك كثيرين يراهنون على إسقاط نظام محمد مرسي وجماعته من خلال انقلاب عسكري، يعني صارت هذا الجدل في الشهور الثلاثة الماضية، وكأن ووصل الأمر أن نزول الجيش قاب قوسين. طب يعني قبل أن نخوض في هذه التفاصيل التصريحات زحمة، يعني قبل أن نخوض في هذا، يعني هناك من يقول أن الأخبار عندكم دائما المتعلقة بالجيش دائما عن مصدر عسكري مسؤول، ده نزل على الصفحة الرسمية. نزل على الصفحة الرسمية بنفس الصيغة. طب ليه ما حضرش المتحدث العسكري أحسن بدل ما هو مصدر عسكري مسؤول؟ صيغه اللي بيتعامل صحفيا مع الشؤون المعنويه في القوات، يعني هو المتحدث العسكري العقيد احمد علي بافضل، يعني بيصدر البيان بصيغه بتلتزم بها الصحف، يعني لان حتى هذا وفقا للقانون. اي وسيله اعلاميه بتغطي اخبار القوات المسلحه وتتعامل مع اداره الشؤون المعنويه تتعامل مع بيانات معلبه يا دوبك تصحفنها لقال واضاف، يعني لا يحق لها التجاوز. طيب التفاصيل، باقي التفاصيل. التفاصيل: تصريحات السيسي يوم السبت اثارت جدل واحبطت قطاع كبير من المراهنين على تدخل الجيش او عوده الجيش
لصدارة المشهد السياسي يعني مرة هناك أخرى. من قال أن التصريحات لا تحمل جديدا، يعني التصريحات يعني التصريحات اليوم لا تحمل جديدا، يعني أظن يعني التصريحات اللي أكدها حتى الفريق أول عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالات احتفال الحرب اللي كان في دهشور. نعم. في دهشور قالوا أنها لا تحمل جديدا وأنه تأكيد لما أعلنه في السابق، يعني لا ولكن المتابع للبيانات التي صدرت عن المتحدث العسكري طارة وعن مصادر عسكرية، يعني لا يستطيع صحفي أن ينقل عن مصدر عسكري إلا إذا كان هناك قيادة عسكرية تحدثت مع المحرر العسكري، يعني هذا ما يحدث وأظن حضرتك تعرف ده. ارتفع وتيرة التوتر بين جماعة الإخوان المسلمين من جهة والمؤسسة العسكرية من جهة قبل لقاء الرئيس مرسي بقيادات المجلس العسكري مطلع الشهر الماضي، وكل الناس كانت ملاحظة هذا التوتر، والبعض فسر أن هناك انقلابا وشيكا سيجرى على الرئيس مرسي المنتخب، يعني كده تحط على الحروف، ولكن الرئيس الفريق السيسي وضع النقاط على الحروف يوم السبت، فده سبب إحباط عند الناس، قال إن الجيش مش نازل الشارع، قلنا نزل الشارع نرجع عنده مهام أخرى، أنا أؤكد عنده مهام أخرى وعنده مهام أخرى لحماية، وطالب السياسيين بأن أرادوا التغيير فذهبوا للصندوق وقفوا على طوابير الصناديق 10 و15 ساعة، وقالوا احنا نحملكم في جدل أثير تاني بسبب هذه التصريحات. اليوم في توضيح، يعني وكأن المتحدث العسكري أو البيان اللي صادر اليوم أراد أن يعيد المشهد ما قبل تصريحات السبت، يعني وقوف في المنطقة الرمادية أعلن انحيازه للشعب، وإن تدخل الجيش مرهون بتدهور الأوضاع إلى حد غير مسبوق، أو حماية الشعب من أي قمع أو استبداد يمارس ضده، وهنا يؤكد أن الجيش موجود في صدارة المشهد السياسي، وأن الدولة المصرية بدأ أمام المراقبين خارج مصر أن لها رأسين، يعني محمد مرسي وحكومته ونظامه رأس، والمؤسسة العسكرية وعلى رأسها الفريق عبد الفتاح السيسي رأس أخرى. طب ننتقل لعنوان آخر في الصفحة الثالثة، وحركة تمرد تتمدد في المحافظات لسحب الثقة من مرسي، وجماعة الإخوان تقول أن هذا عبث. نعم، يعني في البداية نتكلم عن آخر أخبار الحركة. الحركة بحسب التصريحات اللي حصلنا عليها من المتحدثين الرسميين لتمرد اليوم حصلت على 160 ألف توقيع جديد في عدد من محافظات الوجه البحري. وصف الإخوان لتحركات حركة تمرد بالعبس، أعاد إلى الأذهان كيف تعامل قيادات الحزب الوطني مع حركة كفاية في 2005 و2006، يعني وكأنهم استدعوا نفس التصريحات ونفس ردود الفعل. يعني بعد إذنك، يعني هو هذا التصريح جاء على لسان الدكتور عصام العريان. نعم. ولكن يعني أحد المتحدثين باسم حزب الحرية والعدالة، نعم، قال ده يعني حركة تمرد ديت ده دليل على أجواء الديمقراطية اللي احنا عايشينها. ولكنه يعني عضو اللجنة القانونية للحرية والعدالة الدكتور ياسر حمزة شكك في الأرقام اللي تم الإعلان عنها، وقال بالنص أن تحركاتهم ليس لديها غطاء قانوني وتهدف فقط لإحداث حالة من البلبلة وإرباك المشهد، بل إنهم يتطاولون على الرئيس الدكتور محمد مرسي رمز الشرعية. عملت سيرش في أرشيف الجرائد في نهاية 2005 بداية 2006، لقيت نص للدكتور محمد كمال القيادي في الحزب الوطني في هذا التوقيت تحدث فيه عن حركة كفاية تقريبا بنفس العبارات ونفس الألفاظ، وكأن الدكتور ياسر حمزة استدعى من أرشيفه ما قاله محمد كمال حركة كفاية. تم ننتقد للزميل أحمد سعد، وهي الصفحة السابعة الشروق تنشر تفاصيل اجتماع رؤساء أندية القضاء مع المجلس الأعلى للقضاء. طبعا أهم ما جاء في هذا الاجتماع، طبعا الاجتماع كان مساء أمس، شهد حالة من الخلافات بين رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند وبين رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس نظرا للمشاركة في مؤتمر العدالة. شهدت الخلافات التي تمت، المستشار الزند طالب بعدم مشاركة النائب العام المستشار طلعت عبد الله في مؤتمر العدالة، ولكن رد عليه رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مؤتمر العدالة الثاني أيضا بأنه لا يملك منعه من حضور هذا المؤتمر. طالب أندية القضاة الأقاليم أيضا
بالحصول على تعهد من رئيس الجمهورية بسحب المشروعات القوانين المقدمة. ولكن في نهاية المطاف يعني نادي القضاء سيشارك في مؤتمر العدالة؟ سيشارك ولكن بشروط معينة تم تحديدها مساء أمس. الشروط من أهمها عدم وضع السقف الزمني لمؤتمر العدالة، تمثيل نادي القضاء بصورة أكبر من ذلك على خلاف تشكيل اللجان. طب يعني المدعوون إلى هذا المؤتمر هل فقط مقتصرين على الهيئات القضائية ولا في ناس قانونيين، في ناس مثلا سياسيين؟ المدعوون لهذا المؤتمر قانونيين، أساتذة الحقوق، أعضاء من مجلس الشورى، بالإضافة إلى منظمات من المجتمع المدني. وكان هناك في اجتماع أمس خلافات على حضور أعضاء مجلس الشورى، نظرا لأن بعض الأعضاء في مجلس الشورى في جلسات المداولة في جلسات مجلس الشورى أساءوا إلى القضاء، فاعترض المستشارين طبعا رؤساء أندية القضاء على هذه الإساءات وطالبوا من رئيس المجلس عدم دعوتهم نهائيا. ولكن رئيس المجلس طالب بأنه سيدعو أعضاء مجلس الشورى المستقلين الغير منتمين إلى أحزاب سياسية معينة. طب هل تم تحديد مثلا إطار زمني لبدء المؤتمر ولا لسه؟ والله المفترض إن هو يبدأ المؤتمر في غضون شهر أو أقل من شهر على حسب تصريحات رئيس مجلس القضاء الأعلى، في أقل من شهر. وهذا يعني ممكن أربطه قبل كده لأن رؤساء أندية الأقاليم طلبوا بعدم وضع سقف الزمن، فهي نقطة خلاف برضه. ولكن التأكيد أنه سيكون يعني في دار القضاء العالي مش كده؟ في دار القضاء العالي، وسيفتتح رئيس الجمهورية في غضون يعني وقت قريب على حسب تصريحات رئيس المجلس للشعوب، في غضون وقت قريب سيفتتح جلسات المؤتمر وبعدها يتم عمل اللجان ال 14 اللي تم تشكيلها. وضحت الصوره الاستاذ احمد سعد المحرر في جريده الشروق، شكرا جزيلا لك. وايضا شكرا للاستاذ محمد سعد عبد الحفيظ رئيس قسم الاخبار في جريده الشروق، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير نعود بعده لمطالعه عناوين الفقره الاخيره من طبعه اليوم من سكرتير التحرير، فابقوا معنا. أهلا بكم الجديد مع الفقرة الأخيرة من طبعة اليوم من سكرتير التحرير، ومعنا فيها الأستاذ مصطفى هاشم المحرر في جريدة الشروق، أهلا بك أستاذ مصطفى. ومعنا أيضا الأستاذ أحمد عدلي المحرر في جريدة الشروق، أهلا بك أستاذ أحمد. أبدأ معك أستاذ مصطفى هاشم وتفاصيل الخبر المتعلق بمؤتمر تنمية محور قناة السويس. اليوم انطلق هذا المؤتمر ورئيس الوزراء قنديل يقول أن هذا المشروع مشروع استراتيجي، وزير الإسكان يقول اتفقنا بشكل نهائي على إنشاء جسر بين مصر والسعودية. نعم، هو في ظل يعني هجوم وفي نفس الوقت موافقة وتأييد من بعض الآخر حول مشروع تنمية محور قناة السويس، والبعض يقول أن المشروع يقول إقليم قناة السويس الذي سيخرجه عن مصر وسيكون. هناك من يطالب أن يعني بسن القانون يحذف منه كلمة إقليم. إقليم عشان ما يكونش محافظات بالضبط، وما يكونش بس هؤلاء الهيئة هي اللي بتحدد كل حاجة وفي يعني مشاكل أخرى. في ظل هذا والرئيس امبارح كان قاعد مع وزير الإسكان ويطالب بالإسراع بتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس. اليوم كان هناك مؤتمر عالمي لل يعني الماركتنج، التسويق العالمي للمشروع. يعني تبقى افهم من كلمه يعني من عنوان المؤتمر، مؤتمر عالمي، يعني ان هناك جهات عربيه وجهات دوليه كانت مشاركه في بالضبط، كانت موجوده النهارده مستثمرين عرب واجانب وحتى مجالس اقتصاديه مشتركه ما بين مصر وبين دول اخرى، وكان هناك امريكان وماليزيين وكنديين وبريطانيين كانوا موجودين في المؤتمر. يعني المؤتمر جاء ايضا يعني للتسويق المحور، وفي نفس الوقت بيرد يعني على بعض رئيس الوزراء قال انه كمان ان هذا المشروع سيوفر يعني مليون فرصه عمل. مليون فرصه عمل، وهو مستهدف كمان ان هو يوفر حوالي 100 مليار دولار سنويا. تمام، لان بيوفر في محور بنما بيوفر حوالي 50 مليار دولار سنويا، وهو يعني ربع المسافة اللي موجود عليها المحور في مصر اللي هو 193 كيلو. طب هنا يعني مقابل هذا الكلام من قبل
الجهات الرسمية الحكومة المعارضة. الدكتور أبو الغار يقول المشروع يحتاج لإصلاحات قانونية ودستورية، يعني هو ليس هو فقط، يعني في وزراء وعسكريون في المقابل ايضا بيشيروا المشروع. لا ده وزير اللواء ممدوح شاهين كان ممثل عن وزير الدفاع عن الجيش كان موجود، وكان بيقول احنا موافقين جدا والمشروع متوازن وهذا الكلام. ولكن يعني دكتور محمد ابو الغار ليس وحده فقط الذي لديه تحفظات على مشروع القانون. الدكتور المستشار طارق البشري كان قد كتب مقالا في الشروق يعني منذ يومين في الشروق، يعني لديه تحفظات. مثلا تحفظ مهم جدا ان الرئيس وحده هو الذي سيشكل الهيئة ولن يدخل في التشكيل حد خارج تحفظات قانونية. يعني في ايضا حاجة مهمة جدا للرئيس، يعني يعني النهاردة وزير الإسكان اتكلم قال ان هو سيكون المشروع ملك للشعب، بيرد عني على هذه الانتقادات، سيكون ملك للشعب ولن يكون بتملك ولكن بحق الانتفاع فقط ولن يشتري احد، لان كان في مظاهرات يعني في خارج لا تملك لمصر ولا اجنبي اصلا، لان كان في مظاهرات في نفس الوقت في خارج المؤتمر. صحيح، وضحت بتقول ان هو مصر مش للبيع. وضحت الصوره. ننتقل واعتقد ليس بعيدا يعني مرتبط بالوضع الاقتصادي. هنا الاستاذ احمد عامل تحقيق معنون البكاء على اطلال السياحه. انت زرت شرم الشيخ والغردقه، رايت ان الامن موجود وما فيش سياح. في المقابل بيقول انه كان في يعني نسبه الاشغال خلال الايام اللي فاتت في شرم الشيخ والغردقه 90% واكثر. نسبه الاجغال دي كانت مقتصره على اسبوع الاجازات والاعياد بس، وكانت من المصريين بالنسبه للي شغالين هناك زباينا يعني قليل القيمه بالنسبه للسياح اللي كانوا بيجي لهم. كذلك بالنسبه للسياح الروس، ان دلوقتي بقى في مشكله في شرم الشيخ والغردقه ان جميع السياح اللي بيجوا بيقضي، خصوصا تحديدا في شرم الشيخ بيجي ويقضي اسبوع ب 1000 يورو او اقل فول بورد في الفندق السبع ايام، فده بيعمل مشكله. وزاره المصري ضعف السعر. ايه وزاره المصري بتبقى ضعف السعر. لا ما هي في السبع ايام دول بقى، هو طبعا السائح مش بيفضل سبع ايام في شرم الشيخ، ففي رحلات تانية بتنتعش غير مباشره، يعني السياح بياخدوا تاشيرات، السياح الاجانب بياخدوا تاشيرات للقدس، السياح العرب بيطلعوا على العقبه في رحلات ممكن تستمر يوم او اثنين، في نفس الوقت بيبقوا شغلين اماكنهم في ويرجعوا تاني على مصر، فده بيوفر معاهم ماليا كتير. الحاجه التانية ان السائح اللي بيجي ب 1000 يورو ده بالنسبه للشغالين في المجال السياحي، اصحاب المحلات اصحاب البازارات، ده سائح مش ذو قيمه بالنسبه لهم، هو حد موجود بس حد مش بينفعهم، حد مش بيشتري، لان ده يعني وفقا لتصنيفهم هم من اقل من الطبقه يعني المتوسطه. السياح الريتش مش موجودين، السياح الريتش الالمان الايطاليين الاغلبيه اللي موجودين في شرم والغردقه روس، فده بالنسبه للعامل المصري مش متاح. يعني كان في مشاكل دايما في الفنادق ان هي يعني سياحه ببلاش. دي بالنسبه لهم سياحه ببلاش، وفي نفس الوقت بتبقى ب 1000 يورو بالنسبه لهم مبلغ مش كبير، شامله الاقامه شامله كل حاجه. 1000 يورو في الاسبوع شامله طبعا تذاكر الطيران وكل حاجه، برحلات البحر كمان، فده عامل كساد رهيب في المطاعم. عامل كساد رهيب في المطاعم. خليج نعمه ما فيهوش 10 او 12 سائح في كل المطاعم، والمشكله اللي بيجي ياكلوا فول وطعميه برضه. ايه يعني دي هم بيحبوا بقى الاكلات المصريه بس بياكلوها في الفنادق برضه، ما هي دي المشكله. ان الفنادق ولا لا المشكله ان السائح بياكلوها ببلاش برضه. بياكلوها ببلاش في الفندق. فصاحب المطعم اللي هو بيدفع ايجار 18 و16 الف جنيه في الشهر ده ما عندوش زبون، وده اللي خلى بعض المطاعم ان هي تعمل ديسكاونتات وبتعمل عروض، بس برضه في الاخر مفيش زباين للمطعم، مفيش زباين ومفيش يعني دلوقتي في تخفيض للاجور للعماله، في تسريح للعماله. بس ربما يعني وجود الامن ربما يعني يمثل برضه وجود الامن مقدمه كويسه ان السياح يبقى فيما بعد، يعني رساله ايجابيه. يعني وجود الامن برضه يعني في غالبيته وجود شكلي مش وجود حقيقي، بمعنى ان الامن ما بيوقفش، مفيش تفتيش زي الاول، مفيش اجراءات تفتيش دقيقه زي الاول، مفيش الامن موجود في ان في عسكري قاعد على في شرم الشيخ مثلا على اول خليج نعمه عسكري وعربيه شرطه، ده مفهوم الامن بالنسبه لهم، مفيش رجال شرطه، مفيش دوريات مفيش دوريات. يعني في شرم الشيخ مثلا بيشتكوا السياح من ان هم بيتعرضوا للتحرش، ان الشحاتين بقوا موجودين في شرم الشيخ، ده في الاول ما كانش موجود، ده برضو عامل كساد. الحركه في شرم الشيخ بقى في يعني فتره اسبوع هنا يعني حتى يعني سائق التاكسي يقولون ننتظر سائحا لا ياتي، والروس والصينيون
بلا فائده. بالظبط، يعني السائح الروسي او الصيني لما بيجي، اولا هو من الطبقه المتوسطه العامله هناك في بلده، فده بيبقى عنده مشكله ان هو جاي 1000 يورو ما بيصرفش اكتر من 100 200 يورو كمان في خلال الاسبوع بتاعه في شرم الشيخ او في الغردقه. سواء التاكسي ما بيشتغلش لان السائح جاي في شركه سياحه عندها اتوبيس بتشغل الاتوبيس بتاعها مع الوفد، في صاحب شركه السياحه عنده مركب هي يعني تطلب الرحلات النيليه. بس اكيد يعني يا استاذ احمد اكيد يعني حتى يعني العماله داخل الفنادق مستفيده من وجودهم في حد ذاته. حتى العماله جوه الفنادق نفسها اتاثرت، بمعنى ان هي اتخفضت لان الفنادق بعد كل الخصومات والعروض دي مفيش نسبه اشغال بتصل ل 40%، فده بالنسبه لهم يعني هو عنده 60% من الغرف فاضيه، فبالتالي هو خفض العماله للنص ورفع عدد ساعات الشغل للمستمرين، بان مثلا بدل الهاوس كيبنج كان عنده 3 اوض بيعملهم في اليوم، لا بقى عنده 20 اوضه لان في اوض فاضيه. هو الانتعاش فقط بس فتره الاسبوع الاجازات وانتهى دلوقتي. وضحت الصوره الاستاذ احمد عدلي المحرر في جريده الشروق، شكرا جزيلا لك. بدل شكرا للاستاذ مصطفى هاشم المحرر في جريده الشروق، شكرا جزيلا لك. الى هنا نصل لنهايه سكرتير التحرير، فشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.